رسالة إلى أتباع محمد مصطفى عبد القادر، هل يغني عنكم من الله شيئا يوم القيامة إن أصررتم على هذا الأمر؟ أنتوا يا صلاح جودة وأيوب وأحمد عباس والناس الماشين معه، حتى لما تنكر القول هم بسكتوا وبقروا الإنكار ده كأنهم ما بقولوا بالقول ده، الناس الماشين معه بعضهم وأكثر الناس الماشين معه التانين، واللي بيقولوا بالقول ده واللي بيدافعوا عنه واللي بيقولوا عالم واللي بيقولوا أي شيء بأصل له واللي بيقولوا واللي بيقولوا إلى آخره. بعد الكلام ده وبيان العلماء وبعد النصوص والأحاديث والأدلة والبراهين وكذب الرجل وتناقض الرجل وحزبية الرجل وخروج الرجل على الوزير وتكفير الرجل لبعض الدعاة وبعض المسلمين والخداع والخيانة وإلى آخره وتلقف الأخبار الكاذبة، بعد ده تتابعوا؟ بعد ده تمشوا معه؟ انتوا ناس يا أخي ما عندكم ضمائر؟ الواحد ما بيقعد يفكر براء وكذا يوم القيامة، الشغلة دي بتنجيني ولا بتعزمني؟ ما الواحد براء وكذا ما يقعد يحاسب نفسه ويفكر فيما أعد الله للمتقين ولأهل الحق وفيما أعد للمبطلين وللمبتدعين إلى آخره. ورسالة إلى أنصار السنة، أنتوا طردتوا ناس كانوا على السلفية لما ننكروا عليه مشايخكم، طردتون مركتون وجعلتم هؤلاء الناس أعداء لكم وهم تركوكم، اجتمع الأمران الطرد والترك، وتتركون محمد مصطفى عبد القادر، محمد مصطفى ابن عبد القادر وقاعد في نصكم وباسم الجماعة ويخش المساجد، الناس ما عندهم غير على الصحابة، ما عندهم غير على الدين، ما بينزلوا ما فكروا ما مسؤولية أمام الله تعالى. لما نقول أمشوا أحضروا الأسبوع والأسبوع فيه محمد الأمين إسماعيل وفيه محمد مصطفى وفيه من أهل الضلال وأهل الباطل، لما يسألون عن محمد مصطفى زي صلاح حمدته يقول انتظروا شوفوا يا نجمكم يا نجمتو، دام تخاف من الله ولا ما فهم المسألة ولا ما قريت العقيدة الواسطية ولا ما عارف أصول أهل السنة والجماعة؟ يا أخي ده كله خلو الصحابة هانوا عليكم، اللي بيتكلم في الهادية واللي بيتكلم في محمد الأمين إسماعيل واللي بيتكلم في إسماعيل عثمان الماحي واللي بيتكلم في الشيخ أبو زيد محمد حمزة، ده أسقط العلماء وأساء إلى العلماء، واللي بيرد عليه عبد الرحمن حامد وخالد عبد اللطيف وغير، والبلة وعلي عطى المنان والزنادي وغير، ده كعب ودار يشق الجماعة ودار يفرق الصف وده زوج سيء وده بموت سوء خاتمة وده واللي بيتكلم في الصحابة تعتذروا له وتقولوا 40 سنة في الدعوة، يا تو دعوة الدعوة جابها منو؟ جابها الصحابة ذاته، وأي إساءة قدمها الصحابة لهؤلاء الناس صحابة رضي الله عنهم. يا أخي الله قال في القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، في الترمذي ذكره الألباني أيضا من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب وفي لفظ من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، البرد عن عرض أخيه، فكيف بمن يرد عن عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وديلنا الدنيا وديلنا السلطة وتكاتلوا في السلطة، صحابة ديل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من رواية أبي بردة عن أبيه قال صلينا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقلنا نجلس ننتظر العشاء حتى نصلي معه، فأتى فقال صليتم المغرب؟ قالوا صلينا المغرب معكم.
أو قال أنتم هنا، قالوا صلينا المغرب معك وجلسنا قلنا ننتظر العشاء، قال أحسنتم أحسنتم، وقال كلمة النحو أو كذا، أحسنتم أو أصبتم، هكذا في رواية مسلم، أحسنتم أو كذا أو أصبتم، لعل أصبتم. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، رفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، وقال النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. دي الأمنة. عشان كذي أنا لما قريت الكتاب ده الحديث ده أنا سمعته من واحد من الإخوة أخونا أحمد توم جزاه الله خير، لكن لما مشيت قريته من صحيح مسلم لقيت الإمام مسلم بوب باب النبي أمنة للصحابة، أمان للصحابة، النبي أمان للصحابة والصحابة أمان للأمة، دي الأمانة الأمة تتضعن فيهم. وقال لا تسبوا أصحابي في الحديث ذاته في 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 في, في الكتاب ذاته في صحيح مسلم، قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفه. مثل أحد. تاني قريت حديث لا تسبوا أحدا من أصحابي، والله قريته تلقى في صحيح مسلم، لا تسبوا أحدا من أصحابي، تقول بيدعي الخلافة وقاتل عليها، دل قاتلوا للدنيا وزول بيته ملك قاعد هذا في بيته ومع أولاده، جد دين ترك بيته ما باعه ومشى، ترك مسكوا الكفار شالوا بيت ملك ومشوا خلاه، خلى المال أبوه بخالفه بمش بخليه، عمه بخالفه بمش بخليه، أولاده خالفهم بمش بخليهم، امش المدينة وقبليها يمشوا الحبشة ويمشوا المدينة ويقعدوا هناك ويعيشوا ويخدموا في الرسول عليه الصلاة والسلام ويبلغوا الدعوة وينشروا الدين ويجاهدوا. أبو هريرة يجوع إلى أن يسقط على الأرض، قال فيأتي الصبيان فيقولون به صرع، والله ما به من صرع إلا الجوع آثرت العلم، بس عشان العلم ماذا أنا مش أشتغل لقروج ذاته عشان أكل. وعمر بن الخطاب نصف المال طق، وأبو بكر الصديق المال كله، وقاعد مع أولاده أبو بكر الصديق رسول عليه الصلاة والسلام يجيه في الظهيرة الهجرة، فيقول الصحبة يا رسول الله ألازمك، ويمش كم يوم ما معروف أرح، في رجعة ما معروف أرح، يا ناس. وعثمان رضي الله عنه يشتري البيت روما ويجهز الجيش وبشر بالجنة وماشين كذي رضي الله عنه ماشين. وعلي بن أبي طالب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله في الحديث وماشي. وطلحة بن عبيد الله يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف يوم أحد حتى قطع أصبعه وماشي إلى الله سبحانه وتعالى. وسعد بن أبي وقاص يترك المدينة والدنيا ويذهب ويقول لابني إن الله يحب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، ويمشي. ديل دارين دنيا وكاتلوا للدنيا، ده كلام شنو يا ناس؟ وزول صحابة ماشين وجايين باسم الدين ويقاتلوا، وبعدين بعد يقاتلوا يجوا والدم سائل، ثاني يقول لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ماشين بيوت يستحموا ويرتاحوا طوال يلفوا لا يتخلف منهم أحد، يمشوا طوال يجيون يقول لهم الليلة معركة، هذه تتخيل قاعد
المسجد انت قاعد جيت الصلاة بعد الصلاة يقول لهم في معركة نمرق قتال، واحد ما بقول له يا رسول الله اللبن وانا ما خليت لهم سكر وحاجات، كلهم يمشوا سيف. تعال السلام اي زول تعال له الا من رحم الله، تعال له قول له الليلة في محاضرة ماشينا بزبد فهو مشوا بزبد بيبوكسي مكيف ولا عربية، بعد يومين نحن ذاته تعلينا، بعد يومين ثلاثة بس جبته كذي، تعال الصبح قول له اسمع ماشيين القضارف، قالوا في صوفي جبهة غادي امشي، مش سيف ومش بحصان، بعربية مكيف. بعد بكرة تعال قول له اسمع الجنينة قالوا فيها تجانية، في واحد التجانية لف هناك راح فوق، بعد يومين ثلاثة قول له الدمازين في بعض الاخوان المسلمين ملخبطين راح، كان ما قال لك الشغلة دي يا زول موضوع ده طويل، ايه محاضرات بيقول لك شنو، ويمشي يخط له موية ومكيف الشغلة وكل وإكرام وضبح، ديل بيمشوا يقاتلوا ويحفروا حجار اربطوها من الجوع، ده جزاؤهم بس نحن نجازيهم. أقول لهم يا صحابة جزاكم الله خير ما قصرتوا، لكن النصيحة كنتوا تتكاتلوا في السلطة، ده جزاؤهم، ده جزاؤهم يا محمد مصطفى عبد القادر، عليك من الله ما تستحق يا جاهل. وهذه العبارات وهذه الكلمات سنأتي إن شاء الله تعالى ونبين الأدلة على ذلك، أو نذكر أقوال العلماء كما ذكر النووي في كتابه الأذكار. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، إذا مد الله في الأجال نواصل في هذه المحاضرات. توجيه أسرهم لا تستمعوا له ولا تجلسوا إليه، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل بينهم هذا. الرواية الثانية دي تتكلم قال الدنيا عديل، وإن كان في إسنادها مقال لكن بذكرها لك لأنه صح معناها. أنا عندي بالكتب دي دليل على أنه أصحاب اقتدروا في السلطة صراحة، وأدلة كثيرة بجي أكلم عنها وأتحدى بها الراسحي وأي عاقل. هذا إما جاهل ولا يدري ولا درس العقيدة ولا عرف قدر الصحابة، وإما أنه عنده نوع من التشيع، عنده نوع من التشيع فيتناول الصحابة أو بعضهم. على كل حال هذا أمر لا يجوز في حق الصحابة. خلي بالك الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في السلطة واقتتلوا أيضا في السلطة. هذا داعية سوء وضلال وهوى، فيجب الحذر منه. نعم، إذا علمتم زين حركته وطبعه فبلغوه من السلام وأنه يجب عليه التوبة، وإن لجلج فاحذروه وحذروا منه. نعم، كذب في هذا. أهل السنة لم يؤثر، هذا الرجل أصغر وقعت، أهل السنة لم يؤثر، ولكنهم يذكرون أحيانا عرضا لا على سبيل التقصير والتقعيد. نعم أبدا، بل هم على ما تقدم من النصوص. نعم، بعد سنوات قليلة الصحابة كتبوا بعض فوق الكرسي، بعد سنوات قليلة الصحابة كتبوا بعض فوق الكرسي، على كرسي السلطة، ما عارفين يا أخوان؟ لأنه طبعاً الشباب دائما يتعلموا يناقشوا مين الشعبيين، والشعبيين يقولوا اختلفوا في السلطة وخافوا من الكلمة دي، والكلمة الكلمة ما فيها شيء. وبعدين في كاتوك أكثر من السلطة والثروة في، والشعبيين يقولوا اختلفوا في السلطة وخافوا من الكلمة دي، والكلمة الكلمة ما فيها شيء. وبعدين في كاتوك أكثر من السلطة والثروة في، وبعدين في كاتوك أكثر من السلطة والثروة فيه؟